لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى المذكور في أول الكتاب، قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله عز وجل: رب زدني علما. قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: بدأ البخاري رحمه الله تعالى بالنظر في فضل العلم قبل النظر في حقيقة العلم، وذلك لاعتقاده رحمه الله أنه في نهاية الوضوح فلا يحتاج إلى تعريف، أو لأن النظر في حقائق الأشياء ليس من فن الصحيح، وكل من القدرين ظاهر، لأن البخاري رحمه الله تعالى لم يضع كتابه لحدود الحقائق وتصورها، بل هو جار على أساليب العرب القديمة، فإنهم يبدأون بفضيلة المطلوب للتشويق إليه إذا كانت حقيقته مكشوفة معلومة. قوله وقول الله عز وجل، قال الحافظ رحمه الله تعالى: ضبطناه في الأصول بالرفع عطفا على كتاب أو على الاستئناف، عطف على كتاب، وكتاب مبتدأ فهو مرفوع، أو على الاستئناف فيبقى استئناف جديد، كلام مستقل جديد، فيبقى برضه على الرفع. ويجوز فيه أيضا الخفض عطفا على المضاف من قوله فضل العلم. قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيل في تفسير هذه الآية: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب، وبكثرة الثواب ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية، الأمور المعنوية، العلو المعنوي في الدنيا، وذلك بعلو المنزلة وحسن الصيت، حسن السمعة، وتشمل الحسية الحقيقية الملموسة في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة، فأهل العلم والإيمان هم الذين لهم الرفعة في الدنيا والآخرة، ومن سواهم فإنهم موضوعون بحسب بعدهم عن الإيمان والعلم، وكم نرى من إنسان في الدنيا رفيع الجاه معظم عند الناس، رغم أنه عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة يكن من أحقر خلق الله، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: يحشر المتكبرون يوم القيامة
أمثال الذر أمثال النمل. شوف المتكبر بقى اللي يعني مال الدنيا صياح وهياج وكذا وكذا، وهو توسع له المسافات وتفتح له الأبواب المغلقة، وتعرفش أنا بأمين وأبويا مين والدنيا مين. ده عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة يجي عامل زي إيه؟ زي النملة. شوف النملة اللي في الشارع ده، النملة اللي عاملة تشبه الجمل دي كده، يجي يوم القيامة زي النملة. يجي يوم القيامة زي إيه؟ زي النملة. ده جزاء إيه؟ ده جزاء المتكبر، ده جزاء المتكبر في الدنيا. نعم، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الضر في صور الناس، في صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار، يعلوهم كل شيء من الذل والهوان، والعياذ بالله تبارك وتعالى. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. فكما كانوا يتكبرون على خلق الله ويستطيلون على خلق الله، حشروا بهذه الصفة أو بهذا الحجم في صور بني آدم لهوانهم على الله تبارك وتعالى، ذلا لهم واحتقارا لهم لما كانوا يفعلون في الدنيا، كما كانوا يفعلون في الدنيا من الاستطالة والتكبر والتجبر على خلق الله جل وعلا. والجزاء من جنس العمل. هذا الحديث إسناده حسن، مع أنهم في الدنيا متبخترون مستكبرون عالون على عباد الله، لكنهم يوم القيامة موضوعون مهينون قد أخزاهم الله عز وجل. وعن نافع بن عبد الحارث أنه لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، موضع بالقرب من مكة، وكان عمر استعمله على مكة. فقال له عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. يعني استخلفت مين على أهل مكة؟ أنت الأمير على مكة، فأنت جيت تستقبلني وتركت مكة. طيب من استخلفت على أهل مكة؟ من استخلفت على أهل مكة؟ فقال: ابن أبزة. فقال: ومن ابن أبزة؟ فقال: رجل من موالينا، رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى، يعني تستخلف على مكة على قريش، وهم من هم في المكانة والقدر عند العرب، ماشي كده. ولذلك كثير من العرب وقبائل العرب أحجمت عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تنظر إلى نتيجة الصراع لمن تكون الغلبة في النهاية للنبي صلى الله عليه وسلم فيتبعونه، أو لقريش فهم على ما هم عليه، وذلك من احترامهم لقريش وتقديرهم لأمر قريش، فهم سدنة البيت وجوار بيت الله الحرام، فكانوا ينظرون إلى هذا الأمر بهذا الاعتبار. فأنت تيجي تولي عليهم مولى، تستخلف عليهم مولى، فيطرى إيه الحجة وإيه العذر عند نافع رحمه الله تبارك وتعالى. فقال: إنه قارئ لكتاب الله، إنه قارئ حافظ لكتاب الله جل وعلا، عالم بالفرائض، عالم بالفرائض. يبقى السبب اللي خلاه ولى عليهم مولى أو استخلف عليهم مولى أنه إيه؟ أنه من أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا، من أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى، أنه إيه؟ عالم، أنه إيه؟ عالم. نعم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه عندئذ: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال، بيبين بقى الدليل على صحة فعل نافع بن الحارث. نعم. أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أخرجه مسلم. يرفع بهذا الكتاب، من أخذ هذا الكتاب بحقه، من أخذ هذا الكتاب بحقه وعمل فيه بمقتضى ما أمر الله تبارك وتعالى فيه، مخلصا لله تبارك وتعالى، مخلصا لله تبارك وتعالى، لا يضرب النصوص بعضها ببعض، لا يضرب النصوص بعضها ببعض. والكتاب هنا يشمل القرآن والسنة، فالقرآن والسنة كلاهما من عند الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم باللفظ وبالمعنى، لفظا وإيه؟ ومعنى. فهذا هو القرآن، هذا هو ليه؟ القرآن.
ويوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يختار لهذا المعنى اللفظ. يبقى القرآن والسنة منين؟ وحي من عند الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم آتاه ربه تبارك وتعالى جوامع الكلم. جوامع الإيه؟ جوامع الكلم. فالقرآن والسنة كلاهما وحي من عند الله تبارك وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر قرآنا وسنة، وإنا له لحافظون. الذكر هنا إيه؟ مش آيات القرآن فقط، ولكن القرآن والإيه؟ والسنة. نعم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يبقى بالعلم، يبقى بالعلم، يبقى قيمة الإنسان الحقيقية في إيه؟ في العلم، ليس في المال، ليس في المكانة، ليس في السلطان، ليس في كذا كذا كذا. وإلا إحنا بنتكلم عن أهل العلم، والبخاري جاوز 1000 سنة تقريبا وفاة، ومع ذلك أنت تتكلم عنه كأنهم إيه؟ أحياء، كما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه لكميل. فأهل العلم إيه؟ أحياء. أهل العلم أحياء، أحياهم الله تبارك وتعالى بإيه؟ بما قاموا بالزود عن كتابه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعليمها للناس، والقيام بها علما وعملا، علما وعملا. نعم. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم. نرفع درجات من نشاء، قال بالإيه؟ بالعلم. وقوله عز وجل وقل رب زدني علما، فهذا واضح الدلالة على فضل العلم، على فضل العلم. لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. لو قرأت القرآن كله ما تلاقيش إيه؟ زدني دي إلا فين؟ إلا في العلم فقط. لا زدني في المال، ولا زدني في كذا، ولا في كذا، أي شيء، أي شيء إلا في الإيه؟ إلا في العلم. فعايز أكتر من كده دليل على فضل العلم وشرف العلم إيه؟ نعم. والمراد بالعلم ها هنا العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته. ودي مسألة في غاية الأهمية، وللأسف كتير جدا من المسلمين مقصرين في هذا الأمر، مقصرين في هذا الأمر تقصير خطير جدا جدا جدا. فالشاب، الشاب إذا بلغ الحلم وجب عليه معرفة أحكام الجنابة، معرفة أحكام الغسل، أحكام الطهارة، أحكام المذي، أحكام الودي. دي مسائل في غاية الأهمية. شوف شبابنا، شوف الشباب بتاعنا بيعملوا إيه ويعرفوا إيه عن الأشياء ديت. أحكام النجاسات لازم، أحكام الصلاة، لأن هو الصلاة دلوقتي بقت عليه فرض إيه؟ فرض عين. أحكام الطهارة فرض عين، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الطهارة شرط لصحة الصلاة، شرط، لا تصح الصلاة إلا بدونه. فدي مسائل. شوف شبابنا، الفتاة الجارية، الفتاة الصغيرة يعني، إذا بلغت المحيض، يعني جاءتها الدورة، صارت امرأة، ما بقتش البنت الصغيرة يعني البنوتة دي اللي تلعب، صارت إيه؟ صارت امرأة في حكم الشرع خلاص. ويسري عليها أحكام الإيه؟ الأحكام التكليفية الخاصة بها. فلازم تعرف أحكام الحيض، أحكام الدورة، إزاي تعرف الدورة بتاعتها، ماشي كده؟ وإزاي تعرف كيفية الغسل من الحيضة عندما تنقطع أو ترتفع. ويلزمها شرعا الحجاب، لا صلاة لحائض إلا بخمار. طبعا هنا المعلوم أن الحائض لا تصلي، ماشي كده؟ لكن المقصود هنا إيه؟ أن من بلغت المحيض يلزمها إيه؟ الحجاب شرعا. الحجاب إيه؟ الحجاب شرعا، على الخلاف السائغ عند أهل العلم في النقاب، في كشف الوجه أم تغطية الوجه، الخلاف فيها سائغ، ماشي كده؟ واضح الكلام؟ محدش قال من أهل العلم إن النقاب بدعة، ماشي كده؟ دي مسألة في غاية الخطورة وفي غاية الأمر. محدش أبدا أبدا من أهل الإسلام قال هذا. واللي يطلع على بعض القنوات أو كذا أو كذا يقول لك أصل النقاب دوت من شريعة اليهود، شريعة اليهود.
طيب نتحاكم إلى العلم، نتحاكم إلى العلم، شريعة اليهود ما حكمها عندنا؟ هذا في أصول الفقه مما يدخل في حكم شرع من قبلنا، في حكم شرع إيه؟ شرع من قبلنا. طيب إمتى، متى يكون شرع من قبلنا شرعا لنا؟ ماشي كده. أولا أن يثبت بطريق صحيح، يعني كتاب أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الأمر أو هذا الحكم كان في شرع من قبلنا ابتداء، يثبت بالقرآن أو بالإيه أو بالسنة. ماشي كده. طيب الحاجة التانية، ألا يكون نسخ في شرعنا، فإن نسخ في شرعنا فليس بشرع لنا إجماعا. ماشي، أن يكون حكمه إيه؟ ثابت في شرعنا، فهذا بالإجماع من شرعنا، أو هذا بالإجماع شرع لنا. ماشي كده. لما نقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وبعدين كما كتب على مين؟ يبقى ثبت الصيام في إيه؟ وهو إيه؟ يبقى ده من إيه؟ طيب كتب عليكم القصاص في القتلى، ماشي كده؟ يبقى مكتوبه القصاص هو. طيب خد بقى فئات سورة المائدة: وكتبنا عليهم فيها، بعد ما قال رب العزة تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها، ماشي كده؟ وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، ماشي؟ طيب وفي الصحيح عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن عمته الربيع بنت النضر تشاجرت مع جارية فضربتها الربيع فكثرت ثنيتها، اللي هي الايه؟ الأسنان الأمامية، ماشي كده؟ الثنايا، الأسنان القدمانية دي، لعله بنسميها القواطع يعني، ماشي؟ فجاء أهل الجارية يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالقصاص. وجاء أنس بن النضر شهيد أحد، الشهيد المعروف أنس بن النضر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ وأقسم بالله رضي الله تبارك وتعالى عنه ألا إيه؟ ألا تكسر ثنية الربيع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ يا أنس، كتاب الله، أي حكم الله، القصاص. يبقى ده منين؟ منين؟ من شرعنا، من شرعنا. طيب أما نيجي نشوف، يعني علشان ما نتوسعش بس في المسألة، النقاب بقى، واللي بيتكلموا على النقاب واحنا بيقولوا ان المسألة ابتداء فيها خلاف ايه؟ خلاف سائغ، خلاف سائغ. طيب النقاب في هذه الجزئية، ان قلت ان هو في شريعة اليهود، ثبت في شرعنا ولا منسوخ في شرعنا؟ يبقى من شرعنا ولا؟ ماشي كده. فيعني اذا يا ريت اللي يتكلم في امثال هذه القضايا يتكلم بعلم، يتكلم بعلم، عشان ننزه الشرع عن الهوى، مش على الموجة اللي ماشية. ايه بنقول المسألة فيها خلاف سائغ ابتداء، لكن مسألة ان ده من شريعة اليهود، طيب وحكم شرع من قبلنا ايه اذا الكتب موجودة؟ هذا ليس بدع من القول، كتب اهل العلم موجودة واصول الفقه موجودة، وطلع في اي كتاب من كتب اصول الفقه مسألة حكم شرع من قبلنا، وشوف الكلام اللي فيها، متى يكون شرعا لنا بالإجماع، ومتى لا يكون شرعا لنا بالإجماع. ومسألة بقى هي محل كلام عند أهل العلم، وهي ما ثبت في شرع أهل الكتاب أنه من شرعهم لكنه مسكوت عنه في شرعنا. يا ترى إيه المسألة بقى؟ يبقى من شرعنا ولا مش من شرعنا؟
ماشي كده. والظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أنه منين؟ من شرعنا. وحيجي معانا إن شاء الله في كتاب البخاري في أن أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اغتسل عريانا فسقط عليه جراد من ذهب. هو بيغتسل خاليا سقط عليه جراد منين؟ من ذهب. فلما وجد الجراد أخذ إيه؟ يحفظ الجراد في إيه؟ فنداه ربه تبارك وتعالى: ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: ولكن لا غنى لي عن بركتك. لا غنى لي عن بركتك. البخاري حيبوب عليه رحمه الله تعالى تبويب كده إيه؟ من اغتسل عريانا في خلوة، على أن هذا يجوز إيه؟ أن الإنسان إيه؟ أن المسلم يغتسل إيه؟ عريانا إذا كان إيه؟ إذا كان خاليا. إذا كان إيه؟ خاليا. فده يقول لك ده مسكوت عنه في شرعنا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر لكن ما قلناش طب الواحد يغتسل عريان في خلوة ولا لأ ولا إيه المسألة ديت. فهنا الظاهر الله تعالى أعلم في فعله. من أين أخذنا السجدة وظن داود أنما قد فتناه؟ وبعدين وخر. السجدة دي خدناها منين لما نيجي نقرأها؟ شايف كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: سجدها داود استغفارا لله تبارك وتعالى ونحن نسجدها ايه؟ شكرا. شكرا. وهكذا وهكذا. يبقى حكم شرع من قبلنا ان في بالاجماع قسم، هذا القسم لا يكون شرعا لنا بالاجماع، وهو ما ثبت في شرعهم في شرع اهل الكتاب من طريق صحيح، من طريق صحيح أنه من شرعهم ثبت بالكتاب أو بالإيه؟ أو بالسنة. ماشي كده؟ أنه إيه؟ لكنه في شرعنا منسوخ. هو ربنا سبحانه وتعالى عمل إيه مع اللي عبدوا العجل؟ بماذا أمر؟ اقتلوا إيه؟ أنفسكم. ماشي كده؟ ده كان فين؟ في شرعهم. طيب عندنا بقى كانت التوبة إيه؟ قتل النفس. طب وانت التوبة عندنا إيه؟ بالضوابط بتاعتها: الإقلاع عن الذنب والندم وعدم والعزم على العودة مرة أخرى وإتباع السيئة الحسنة، وإذا كان في مظالم العباد ردت المظالم أو تتحلل. ماشي كده؟ مش ديت أمور؟ طيب كان من قبلنا إذا مس البول ثيابهم قطعوا موضع الثوب، وإذا مس البدن قرضوه بالمقاريد كما في حديث أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه. طب أنت عندك بتعمل فيه إيه؟ أهو ده كان في شرع من إيه؟ من قبلنا، تشديد عليهم، كان في شرع من قبلنا. في شرعنا إيه؟ منسوخ. فهذا ليس من شرعنا بالإجماع. في شرع من قبلنا كما أخرج أحمد في مسنده وغيره أنهم كانوا لا يتيممون وكانوا لا يصلون إلا في بيعهم، أماكن خاصة في البيع والكنائس والحاجات ديت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ جعلت لنا الأرض إيه؟ مسجدا وتربتها لنا طهور. فأي رجل من الأمة في أي موضع كان عنده إيه؟ عنده مسجد وعنده إيه؟ لكن كان من قبلنا يعظمون ذلك، لا يصلون إلا في إيه؟ في بيعهم. هذا ليس في شرف، هذا منسوخ في منسوخ في شرعنا. وهكذا وهكذا. يبقى قسم لا يكون شرعا لنا بالإجماع، وهو ما ثبت بطريق صحيح أنه في شرعهم لكنه في شرعنا إيه؟ منسوخ. أو ما لم يثبت بطريق صحيح أصلا كالإسرائيليات وكذا، كل ده عندنا إيه؟ أو يكون ثبت بطريق صحيح أنه في شرعهم وثبت في شرعنا أنه من شرعنا فيكون بالإجماع أيضا إيه؟ من شرعنا. والجزء الثالث، الطرف الثالث، أن يكون ثبت بطريق صحيح من الكتاب أو السنة الصحيحة أنه في شرعهم لكنه مسكوت عنه في شرعنا. أدي بقى العلماء يتكلموا زي حديث مين؟ اغتسل عريانا في خلوة فسقط عليه جراد من ذهب. وحنيجي إن شاء الله. يبقى دلوقتي نيجي نتكلم على قضية النقاب، نحطها في أنهي جزء؟ نقول من شريعة اليهود، من شريعة ما نعملهاش يعني، ولا إيه المسألة؟ طيب ولما نيجي نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة. ماشي كده؟ لا تنتقب الإيه؟ المحرمة. ده منطوق الحديث. طيب مفهومه إيه؟
ان احرام المرأة في الوجه والايه والكفين. طيب مفهومه ايه بقى؟ ادي برضو ده من شغل ايه؟ الخطاب. مفهوم الخطاب، دليل الخطاب، وده في شغل الاصول. طيب لا تنتقب المحرمة، طب لو مش محرمة تنتقب ولا ما تنتقبش؟ رغم انه ما هيجي يقول لك كمان لا تنتقب انها ممكن ايه تسدل، وان كان في رواية في هذا فيها اسناد وفيها ايه فيها كلام، تسدل يعني الطرحة بتاعتها وراء ظهرها مثلا تقوم تقلبها، لكن النقاب بيبقى ايه مفصل فما تنتقبش. يبقى لما نقول لا تنتقب المحرمة، طب اللي مش محرمة تنتقب ولا؟ فإلى الله المشتكى. نعم. قوله عز وجل وقل رب زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته. ودي مسألة في غاية الأهمية. ربنا وسع عليك في المعيشة، عندك مال، لازم تعرف أحكام الزكاة ومخارج الزكاة، لازم تتعلم فقه الزكاة، ماشي كده؟ ده ايه؟ ده فرض عين عليك، فرض عين عليك. هتطلع تعمل حج، تطلع تعمل عمرة، لازم تعرف احكام الحج واحكام العمرة، ماشي كده؟ هتيجي تتزوج، لازم تعرف احكام الزواج واحكام عشرة النساء، مش مسائل كده. طيب واحد بقى كده وعايز يطلق، لازم تعرف برضو احكام الطلاق حتى لا تقع في ايه في معصية، تأثم ويقع عليك طلاق. ان طلقت مثلا في حيض يقع الطلاق على الصحيح وتأثم لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، او يكون الطلاق في طهر لكن كان فيه جماع، في طهر ايه وكان فيه جماع، ده برضو ايه معصية، تأثم ويحدث ويقع الطلاق، تحتسب طلقة من التطليقات إلى غير ذلك. ففي كل من مرحلة من مراحل حياة الإنسان يلزمه إيه؟ يلزمه علم شرعي، يلزمه إيه؟ علم شرعي. المعاملات، واحد عايز يعمل شركة، عايز يعمل تجارة، عايز يعمل أي حاجة، ما لازم يعرف فقه التجارة، فقه الشراكة، فقه المضاربة، عشان لا يقع فيه معاملات ربوية أو معاملات محرمة. لابد حيبيع ويشتري، لازم يعرف احكام البيع، ماشي كده؟ عشان ما يقعش في ايه برضو في معاملات محرمة. كل دي احكام مسائل لابد ان يكون عليها ايه المسلم في حياته، يتدرج في حياته تبعا لايه تبع لمستجدات حياته ومتغيرات ايه ومتغيرات الحياة ومتغيرات الحياة. شوف احنا بقى في بيوتنا بنربي ابنائنا على ايه، بنربي بناتنا على ايه؟ مهم جدا ان احنا نعلم ولادنا، ونظن ان احنا اذا دخلنا ابنائنا الجامعة وتخرج من الكلية ان احنا كده عملنا معهم ايه اللي ما يتعملش، ده كده احسن حاجة وده كده افضل الاشياء، وربيته احسن تربية وربيتها احسن تربية. ام فاشلة تروح تتجوز جوزها يطق، ايه ده مش عارف اي حاجة، انت مربطهاش للمهمة الاساسية التي خلقت من اجلها. مش معنى كده ان احنا بنغض من امر الايه او ننقص من امر العلم، لا، العلم مطلوب، العلم ايه مطلوب للرجل وللمرأة، لكن في علم يتقدم على علم، في النهاية دي ما امرها الى ايه الى زواج امرها انها تكون ام، وكما قال قائلهم الام ايه مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا تخيل شعب، تربي أمة. شوف بناتنا أو نسائنا في البيوت عاملين إزاي، مسائل تفريط، أمور في غاية الخطورة. بيوت المسلمين بتئن اللي 6 أشهر وطلت تطليقات في 6 أشهر. شوف محاكم اللي هي بتاعت الأسرة المسمى دلوقتي محاكم الأسرة، شوف كم قضية خلع وكم قضية طلاق وكم قضية نفقة بتنظر في المحاكم،
مأساة مأساة. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ عشان البيوت بعدت عن شرع الله تبارك وتعالى. ولو أقامت شرع الله تبارك وتعالى لتبدلت هذه الأحوال، تبدلت هذه الأحوال. غير بقى الفجاجة في الخصومة، يعني حتى إيه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم وأتمروا بينكم بمعروف. لا، ما فيش الكلام ده، فيش الكلام. أحكام مضيعة، أحكام مضيعة. ومن أعرض عن ذكري، هي ده، هي دي، هي دي المعادلة لازم تتحقق. نرجع لدين ربنا تبارك وتعالى، شرع الله تبارك وتعالى، يستقيم كل شيء. مع المعاصي ومع البعد عن شرع الله تبارك وتعالى تكون جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. نعم. والعلم بالله تبارك وتعالى وبصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص جل وعلا. ودي مسألة في غاية الأهمية، الكلام في صفات الله تبارك وتعالى، الكلام في صفات الله تبارك وتعالى. فنقول فيها كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الأمة رضي الله تبارك وتعالى عليهم جميعا والسلف الصالح رحمة الله عليهم جميعا، أن الكلام في الذات ينجر إلى الكلام في الصفات. فكما أننا في كلامنا للذات نثبت نثبت ذاتا، ذات الله تبارك وتعالى، نتكلم في وجودها، في وجود ذات الله تبارك وتعالى، نثبت ذاتا هي ليست كسائر الذوات سبحانه وتعالى، فكذلك صفات هذه الذات ليست كي ليست كغيرها من الصفات، سواء كان ذلك في الصفات التي تتعلق بالذات لا تنفك عن الذات، كالحياة والعلم والعزة والكبر والغنى، ماشي كده، أو كانت هذه الصفات صفات الأفعال كالإحياء والإماتة والرزق والضحك والنزول والاستواء والرضا والغضب. كل هذه الأمور، كل هذه الصفات، فنحن بنتكلم على الذات إيه؟ نثبت ذاتا ليست كإيه؟ ليست كثائر الذوات. فالكلام على الذات كلام من حيث الإيه؟ إثبات وجود، لا تكييف، ماشي كده؟ لا إيه؟ لا تكييف لهذه الذات. ولذلك لما وجع واحد كده يعني من اللي ابتلوا بهذا الأمر وجاي لإمام من أئمة العلم يقول له يعني كيف يضحك ربنا، فقال، هو بيسأل عن الإيه؟ الكيفية، فقال قل لي كيف هو أقل لك كيف يضحك. ورحم الله الإمام مالك لما سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم، الصفة معلومة، الكيف مجهول، الكيفية لا نعلمها، مردها إلى الله تبارك وتعالى، مرد الكيفية إلى إيه؟ إلى الله تبارك وتعالى، ماشي كده. الإيمان به واجب، جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أعلم الخلق بربه تبارك وتعالى، ماشي كده. الإيمان به إيه؟ واجب، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه إيه؟ بدعة. فلابد أن ننتبه لهذا الإيه؟ لهذا الأمر ولهذا المعنى. والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص تبارك وتعالى. ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، على التفسير والحديث والإيه؟ والفقه. وقد ضرب هذا الجامع الصحيح، صحيح الإمام البخاري، نعم، في كل من الأنواع الثلاثة بنصيب، في التفسير وفي الحديث وفي الإيه؟ وفي الفقه، نعم. فرضي الله عن مصنفه وأعاننا على ما تصدينا له من توضيحه بمنه وكرمه، اللهم آمين. فإن قيل لما لم يورد المصنف في هذا الباب شيئا من الحديث، ما فيش هنا حديث، الباب اللي معنا ما فيش إيه؟ فيش غير إيه؟ الآيتين دول، نعم. فالجواب أنه اكتفى بالآيتين الكريمتين، لكن بعض أهل العلم نقل أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب الأبواب وترجم التراجم وكتب الأحاديث، ربما بيض لبعضها ليلحقه، لكن ما إيه؟ ما حصلش، نعم ماشي. وهناك من قال أنه تعمد
بعد الترجمة عدم إيراد حديث، ألا يذكر إيه؟ ألا يذكر الحديث، إشارة إلى أنه لم يثبت فيه شيء عند الإمام البخاري يكون عليه على شرطه رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي أن هذا محله حيث لا يورد فيه آية ولا أثرا، لا يورد إيه؟ آية ولا إيه؟ ولا أثرا، لكن هنا جاب إيه؟ جاب آيتين، يبقى استدل بالإيه؟ استدل بالآيتين. نعم، أما إذا أورد آية أو أثرا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية، يبقى استدل بالآية وإيه؟ وتفسيرها من الآثار. نعم، وما دلت عليه الآية كاف في هذا الباب، وإلى أن الأثر الوارد في ذلك يقوى به، يقوي به طريق المرفوع وإن لم يصل في القوة إلى شرطه. والأحاديث في فضل العلم كثيرة، صحح مسلم منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه: من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا أو التمس طريقا، طلب طريقا يطلب فيه علما، يريد أن يتعلم يلتمس فيه علما، سهل الله له، أي في بطلبه للعلم، طريقا إلى الإيه؟ طريقا إلى الجنة، طريقا إلى الجنة. قال: لم يخرجه البخاري لأنه اختلف فيه على الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله، والراجح أنه بينه بين الأعمش وبين أبي صالح السمان ذكوان السمان واسطة. واسطة. إيه الإشكالية في الكلام اللي عايز يقوله لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتابه، في صحيحه، في الذكر والدعاء، في كتاب الذكر والإيه؟ الذكر والدعاء، من طريق أبو معاوية، ماشي كده، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أدي طريق. وأخرجه من طريق عبد الله بن نمير قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أدي الأعمش وعن بالعنعنة. طيب، أخرج هذا الحديث أبو عيسى الترمذي في جامعه، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى من طريق أصباط بن محمد قال: حدثنا الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة. فهمنا من كده إيه؟ الأعمش مدلس، الأعمش إيه؟ مدلس. وهنا روى هذا الحديث بالعنعنة، جت المسألة بقى زادت لما قال إيه؟ حدثت، يبقى حدثت بقى فيه إيه؟ رجل في واسطة بينه وبين أبي صالح السمان، بينه وبين مين؟ أبي صالح السمان. من الواسطة ده ما نعرفوش، ممكن يكون إيه؟ ضعيف، يبقى دلس الضعيف وقال عن إيه؟ عن أبي صالح، ماشي كده. والتدليس هنا بقى إيه؟ يرد به الإسناد، ترد به الرواية، ماشي كده. طيب، يبقى هنا بيقول إن في واسطة. طيب، الجواب إيه عن مثل هذا أو عن هذا الحديث تحديدا؟ نقول: والله تعالى أعلى وأعلم. قيل أن علة هذا الحديث هي عنعنة الأعمش، والأعمش مدلس، وربما أخذ عن غير ثقة، ماشي كده. يبقى الحديث كده إيه؟ يضعف. يبقى الحديث كده إيه؟ يضعف. طيب، فالجواب من وجوه: أولا، أن هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق أبي أسامة أنه قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة، ماشي كده. ده شغل مسلم رحمه الله تعالى في الأسانيد، وده ليه الإمام مسلم بيكثر الطرق عنده، أو بيكثر من طرق الرواية عنده رحمه الله تعالى، ماشي كده. طيب، يبقى قال أبو أسامة: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة الحديث. طب، من أبو أسامة؟ أبو أسامة هو حماد ابن أسامة الكوفي، إمام ثبت، أحد الأئمة الأثبات رحمه الله تعالى. اتفق الأئمة على توثيقه، اتفق الأئمة على إيه؟ على توثيقه. احتج به الأئمة الستة، احتج به مين؟ الأئمة الستة. وقد صرح في رواية مسلم أو في صحيح مسلم بتحديث الأعمش
من أبي صالح أن الأعمش قال حدثنا إيه؟ حدثنا أبو صالح. طيب إذا قال حدثنا أبو صالح كده إيه؟ انتهت المسألة. طيب ثانيا الإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرجه في صحيحه، والإمام مسلم من أعلم الناس بالعلل، من أعلم الناس بعلل الأحاديث، وقد علم طرقه، يعني علم الطريق بتاع مين؟ أصباط بن محمد اللي فيه حدثته، ماشي كده؟ طيب فأورده في صحيحه رحمه الله تعالى بعد طريق بالعنعنة، بعد طريق عبد الله بن نمير، وبعد طريق أبي معاوية الضرير راوية الأعمش كما قال شعبة رحمه الله تبارك وتعالى، ماشي كده؟ يبقى إمام مسلم بعد ما ذكر الطريقين دولت بالعنعنة جاب طريق مين؟ طريق أبي أسامة المصرح فيه بالإيه؟ بالتحديث لإزالة تهم التدليس الأعمش اللي جت في مين؟ اللي جت من طريق أصباط ابن محمد حدثت. واضح الكلام كده؟ طيب أيضا معانا ما قاله الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال في مسألة تدليس الأعمش، قال وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يضرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، المدلس إذا قال حدثنا إيه؟ إلا في نوع واحد من التحديد من التدليس هو تدليس التسوية، وده أصعب شرط في أنواع التدليس، إن لازم يكون في كل طبقة من أول الراوي المدلس لحد ما ينتهي السند في كل طبقة وليه حدثنا، ليه؟ إن تدليس التسوية، تدليس التسوية بيعمد الراوي المدلس اللي متهم بهذا النوع من التدليس يدور على الراوي الضعيف في أي طبقة من طبقات الإسناد، هو ما بيدلس إيه؟ ما بيدلس شيخه، ما بيدلس الشيخ المباشر ليه، لكن بيشدور كده يقعد يلف كده في أي طبقة أعلى من شيخه الراوي هنا راوي ضعيف، يوم يعمل إيه؟ يوم جاي منزله وليه حدثنا، أدي حدثنا شيخه، لكن وبعدين بقى إيه؟ عن فلان، عن فلان، التدليس هنا فين؟ في طبقة أعلى وليست في طبقة الإيه؟ في طبقة الشيوخ، في طبقة الإيه؟ في طبقة شيوخ المدلس. فعشان كده العلماء قال لك إيه؟ لازم إيه؟ لازم إيه؟ في كل طبقات التدليس يجيب إيه؟ حدثنا، حدثنا. طيب هنا بقى إذا قال الأعمش حدثنا فلا كلام، فلا إيه؟ فلا كلام. طيب ومتى قال عن العنعنة هنا؟ تطرق إلى احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر من الرواية عنهم، في شيوخ معدودين أكثر من الإيه؟ من الرواية عنهم، كإبراهيم النخعي وكأبي وائل شقيق ابن سلمة وكأبي صالح السمان. يبقى لما نلاقي هذا الصنف كده، لما لقينا الأعمش عن أبي صالح دي نحملها على الإيه؟ على الاتصال، إلا إذا ثبت من طريق أخرى عدم الإيه؟ عدم الاتصال. يبقى عندنا كده بداية، يبقى كده ايه؟ دي قاعدة هي. يبقى محمولة على الايه؟ على الاتصال في الايه؟ في الشيوخ المذكورين دولت، في الشيوخ الايه؟ المذكورين دولت. فانا عندي كده جات العنعنة عند مسلم من طريق ابي معاوية، وجاءت من طريق عبد الله بن نمير، وجاءت العنعنة ايضا من طريق اصباط بن محمد، وجات بقى ايه؟ الاشكالية حدثت، فبقى لك بس يبقى ده تدليس، حدثته وهنا بالعنعنة حط دي قصاد دي تبقى ايه؟ دلس، واحناش عارفين الراوي دوت مين، ممكن يكون راوي ضعيف، يبقى ده ايه؟ الحديث كده ايه؟ واضح كده؟ يقول لا، طريق حماد بن أسامة، طريق أبي أسامة الكوفي، وهو أثبت باتفاق علماء الحديث من أصباط ابن محمد كمان، عند علماء الحديث أثبت من مين؟ من أصباط ابن محمد يتقدم عليه، وجاء الايه بقى؟ بالتصريح أن إيه؟ أن الأعمش حدث عن مين؟ عن أبي صالح، حدث عن أبي صالح. يبقى هنا حكم هذه المسألة عند العلماء أنها منين؟ من زيادة الثقات، وزيادة الثقات إيه؟ مقبولة، زيادة الثقات إيه؟ مقبولة، ماشي كده؟ طيب رابعا أن تصريح أبي أسامة بقول الأعمش حدثنا أبو صالح كما قلنا زيادة ثقة وهي مقبولة، وهو أثبت عند أصحاب الحديث من أصباط، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى على تجميع هذه المسألة يبقى الحديث حديث إيه؟ حديث صحيح،
رواه الإمام مسلم. وفي نفس الوقت مسألة إن الراجح أو الظاهر إن في بين الأعمش وبين أبي صالح رجل أيضا هذا فيه نظر، والله تعالى أعلى وأعلم، والجواب كما بينا والله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. ماشي كده. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى رتب صحيحه ترتيبا في غاية الدقة والإتقان، يدل على براعته وعلو كعبه في الفقه رحمه الله تبارك وتعالى وعظيم علمه. فافتتح كتابه بكتاب بدء الوحي، ماشي كده، وبعدين ختم كتابه بكتاب التوحيد، ختم الصحيح بتاعه بكتاب التوحيد. فكأن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يريد أن يبين وأن ينبه من يطلع على هذا الكتاب أن من أراد أن يلقى الله تبارك وتعالى غدا حميدا، غدا إيه؟ حميدا عند الله تبارك وتعالى، فعليه بالتوحيد الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، الذي جاء به الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ده اللي إيه؟ ده سبيل النجاة، ده سبيل الإيه؟ النجاة. ولا يروغ مثلما يروغ الثعلب، يلتزم، قل آمنت بالله ثم استقم، بس آمنت بالله ثم إيه؟ ثم استقم. نعم. وما بين بدء الوحي وكتاب التوحيد، ما بين أول الكتاب اللي هو بدء الوحي وآخر الكتاب اللي هو كتاب التوحيد، موجود بين الدفتين بقى إيه؟ بينهما إيه؟ الإسلام كله. الإسلام إيه؟ الإسلام كله. والوحي زي ما قلنا هو القرآن والإيه؟ والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قرآن سنة كله من عند الله تبارك وتعالى، إلا أن السنة بلفظه صلى الله عليه وسلم، بلفظه صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم، قد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. إذن فالخروج من الدنيا يكون بالإيه؟ بالوحيين، الكتاب والإيه؟ الكتاب والسنة. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى بدأ صحيحه بكتاب بدء الوحي، وبعد كده ثنى بكتاب الإيمان. معنى ذلك إيه؟ أن الإيمان الصحيح هو المتلقى منين؟ من الوحي، المتلقى من مشكات النبوة، المتلقى منين؟ من مشكات النبوة صلى الله عليه وسلم. فإذا أول باب ندخل منه هو باب بدء الوحي، ثم بعد ذلك أهم المطالب جميعا بعد الوحي هو الإيه؟ الإيمان. الإيمان. طيب، والإيمان يحتاج إلى إيه؟ إلى علم. أدي ترتيب الإيه؟ ترتيب الإمام البخاري. فلا يكون الإيمان إلا بالوحي، ثم بعد ذلك كتاب العلم. ليه؟ لأن الأحكام اللي هتيجي بعد كده التكليفية وكل الأمور اللي هتيجي معانا، العلم شرط من شروط التكليف. العلم إيه؟ شرط من شروط التكليف. ولذلك من لم يبلغه العلم في المسألة هيعمل إيه؟ لا شيء عليه، إن لم يكن مقصرا في طلب العلم الواجب، إن لم يكن إيه؟ مقصرا في طلب العلم الإيه؟ في طلب العلم الواجب. فالعلم من شروط الإيه؟ فالعلم من شروط التكليف. لذا كان من براعة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى أن بدأ بإيه؟ ببدء الوحي، ثم بعد ذلك بالإيمان، إنه دوت مفتاح الدخول في الإسلام، الإيمان بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وكتابه أو كتبه ورسله والملائكة إلى غير ذلك مما تقدم بيانه. وبعد كده العلم، إن العلم شرط في الإيه؟ في التكليف، ومبنى كل الأحكام تنبني على الإيه؟ تنبني على العلم، تنبني على العلم. فكان هذا الإيه؟ هذا الترتيب من الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ورضي عنه وأعلى درجته على ما قدم لدينه تبارك وتعالى ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.